يقول السائل: أحبك في الله يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أنا صيدلي وأريد أن أعلم حكم العمل في شركات الأدوية كمندوب دعاية يتعامل مع الأطباء. يعني هذا الأمر بيتفاوت بتفاوت كل سائل، ولكن هذه المهنة تحتاج إلى يعني إلى تحري، لأنه ربما يتفق مع الطبيب على ترويج منتج أقل جودة من منتج في مقابل أن يقوم بتسفير هذا الطبيب للخارج أو تجهيز مؤتمر أو إعطائه بعض الهدايا. يعني في هناك دواء مفعول يكون أقوى وأثره الفاعل يكون أشد، فحاجة المريض إليه أكثر، فالطبيب يصرف أو يكتب في روشتة الدواء لأقل كفاءة ليرضي من؟ ليرضي صاحب شركة أدوية. هذا كله ليس فيه نفع للخلق. وقلت لكم بأن منهجنا في أحد أصليه ماذا؟ رحمة ونفع الخلق، فهذا خلاف دين الله عز وجل، ونسأل الله تعالى العصمة في الأمر.